عندك مطعم، خد مني هالسندويشة هدية لك، حطها بالمنيو عندك وشوف الزباين من عندي لعندك على البكالوريا. وإذا ما عندك مطعم عملها بالبيت ودلل نفسك كيفكم فيها. يلا طيب، صدر الدجاج منشرحه بالطول أكيد مشان ياخد عليه البهارات أكتر. خد صورة للشاشة مشان البهارات وبعدين بتحطوهن أنتو بتزيدوا على زوكن. أهم شيء التوم ومعجون البندورة، هذا مشان اللون وفيهن أحماض كتير وشغلات بتخلي الدجاج يصير نيفا مرهم. منغطيهن 24 ساعة، ما ساعتين ولا ثلاثة، أفضل نتيجة بعد 24 ساعة، وعالشوي على الفحم أو على الغاز. بالنسبة للي ما عنده جريل بالبيت طبعا مش ما يحكي علينا، فيكن تعملوها بالمقلاية مع زبدة وليس زيت، بتقلبوها مع الزبدة تقليب مظبوط. ما رح تطول أكيد لأنه نهنها على التتبيلة 24 ساعة، ما رح ياخدوا على الشوي أكتر من 4 دقايق، على كل وجه دقيقتين، وبالمقلاية 5-6 دقايق. ورح بلش أنا بصوص الجبنة الصفراء، هذا الشيء اللي على البكالوريا هالصوص. أما إذا صعب عليك تأمن جبنة شيدر هي الصفراء، فبيمشي الحال بجبنة أشقوان، بس لا تغليها كتير مشان ما ترجع لأصلها للحليب وتفرط. تمام؟ مجرد ما ترتفع حرارة الجبنة مع الكريمة رح تدوب، وبس توصل لمرحلة الغليان بشيلها قبل ما تغلي كتير مشان ما تفرط مثل ما قلنا وترجع للحليب. استوت عندي أصابع الدجاج، شغلت 4-5 دقايق، ما أخذت أكتر من هيك. الحرارة لازم تكون عالية، ورح بلش سخن الخبز. عندي أنا خبزة الفوكاتشا، أنا عاملها هاي بكذا فيديو، شغلة عظيمة خبزة الفوكاتشا هاي، رح حط الرابط بالتعليقات. هاي أسهل من درس الكيمياء وأطيب من السمون العادي ب 13,000 مرة، ما في أسهل من هيك وما في أطيب من هيك مع الصندويش. يلا الأمور تمام عندي، رح بلش جهز للصوص. مايونيز، توم، وفلفل حار. شوف يا حبيب، هذا الصوص مهم جدا أنه تعمله حذافيره. توم مع الفلفل الحار شوهم بالفرن أو على الفحم، تنقعوهم بعد ما تفرموهم بزيت الزيتون، وتتركوهم يوم 2-3-4 قد ما بتكون. كل ما عتقوا بزيت الزيتون كل ما صاروا أطيب. إذا صعب القصة عليكم خلص حطوا كريم توم ومنمشيها. بالمناسبة كيفكم بهالببور الكاز على الشمع مع شغلي على البكالوريا؟ سيدي يمكن هذا أعتق من حياتي بهالمطعم. شغلي رشة فلفل أسود، خير الله ملاح، منحركهم مع بعض. صار عندي الصوص جسم واحد، طعم رهيب صدقوني إذا عملتوه رح يعجبكم كتير. بلش بتطبيق الساندويش العالمية اللي أكيد أكيد لازم تكون مبسوط ومروق ومكيف، حتى أنت تكوني بالبيت مبسوطة ومروقة وتعملي هيك ساندويشة مشان تنتقل السعادة على الساندويشة. خاص لازم يكون بقرش بصل أحمر، لقح الجاج فوقهم، نقدم جنبها أكيد بطاطا مقلية مشان تزبط الساندويشة، وحط هالجبنة السايحة فوق هالساندويشة أو فوق الجاج وعيش حياتك. كيفني معكم؟ بكالوريا ولا ما بكالوريا؟ كمل الفيديو للآخر وشوف المتعة. هذا الصوص شغلة عظيمة، الحمد لله، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. لا تنسوا آخر شيء لايك وتعليقاتكم الحلوة مثل العادة، وشير وتاج لأصحابكم اللي بتعرفون واللي ما بتعرفون مشان ننطلق سوا. جرب هالوصفة بمطعمك أو جربوها بالبيت وقولوا الشيف باسم قال لي هالوصفة غير شكل وعلى البكالوريا. نشوفكم على خير. سلامات.